ثمان خرافات لا زال يؤمن بها الناس مع أن العلم أثبت عدم صحتها. رغم التطور المعرفي العلمي الهائل في عصرنا الحديث، لا زال هناك مجتمعات تؤمن ببعض المعتقدات الغريبة التي تندرج ضمن الخرافات، بحيث يؤكد البروفيسور دوين ماكليرن أن مبدأ الخرافات لا زال يسيطر على عقول كثير من الناس حول العالم. وقد تتعدد أشكال الخرافات من مجتمع لآخر، لكنها في النهاية تتشارك بكونها لا تمت للواقع بأي صلة، وتظل مجرد وهم يربط به الإنسان بين الواقع والخيال لتفسير ظواهر معينة. مشاهدة قط أسود يعني قدوم شيء خبر سيء. الخرافة منتشرة تحديدا في المجتمعات العربية، تربط توقيت حدوث الكوارث والأحداث السيئة بمشاهدة قط أسود، أو أحيانا مشاهدة أي حيوان لون بشرته سوداء. هذا الربط ليس له أي معنى علمي، ولا يبث للواقع بأي صلة، ولا من قريب ولا من بعيد. السباحة بعد الطعام تسبب الموت. هذا الاعتقاد سائد في عدة مجتمعات حول العالم، وعلى وجه الخصوص المجتمع الإيطالي، بحيث يسود هناك معتقد بأن الإنسان إذا تناول الطعام قبل السباحة فهو سيعرض نفسه لخطر الموت. الاعتقاد راسخ في أذهان الإيطاليين لدرجة أنهم وضعوا قوانين تمنع السباحة بعد الأكل، على الرغم بأن جميع الدراسات في هذا الموضوع لم تجد أي ربط بين السباحة بعد الأكل، الطعام والموت. الرقم 4، المنحوس في الصين. توجد خرافات شائعة في الصين بكون الرقم 4 يرمز إلى الموت، فقط لأن نطق كلمة موت بالصينية مشابهة لنطق كلمة 4 بالصينية، لذلك أصبح الصينيون لا يقتربون من الرقم 4 ولا يستخدمونه في أرقام الأجهزة والمباني والمصاعد وغيرها. الخاص يجعل الإنسان عقيما. في إنجلترا، بعض الناس يعتقدون بأن الخاص يسبب العقم ويجعل الإنسان غير قادر على الإنجاب، مع أنه لا توجد أي أدلة على أن الخضروات عامة قد تعيد عملية الإنجاب، لكن رغم ذلك لم تنتهي هذه الخرافات في إنجلترا، ولا زال الكثيرون يؤمنون بها. فضلات الكلاب تجلب الحظ. في فرنسا تسود خرافة بكون فضلات الكلاب تساعد على جلب الحظ، بحيث يعتقد بعض الفرنسيون أن الشخص إذا وضع قدمه اليسرى على براز الكلاب فهذا سيجعل له الحظ، وطبعا هذه خرافة لا منطق لها. وضع عين زرقاء على باب المنزل يحمي من الحسد. هناك معتقد شائع في مصر بأنه إذا تم وضع عين زرقاء اللون على باب المنزل فهذا سيحمي أفراد المنزل من العين والحسد. لا يوجد أي أدلة على هذه المسألة. إذا ضربت حيوانا تجنب طفلا كثير الشعر. في رومانيا يبدأ الناس احتراما شديدا للحيوانات، خصوصا الأليفة، ليس حبا فيهم وإنما خوفا منهم، بحيث تسود خرافات هناك بأنه إذا قمت بضرب أو إهانة حيوان أليف فهذا سيجعلك تنجب أطفالا كثيفي الشعر. المهتمون بحقوق الحيوانات في رومانيا يعتبرون أن خرافة من هذا النوع صحية. النوم بجانب مروحة سيكون سببا في موتك. بعض سكان كوريا الجنوبية لديهم ذعر وفوبيا من المروحية، بحيث يعتقدون أنه إذا نام الإنسان بغرفة فيها مروحية سوف تتسبب في مقتله بشكل أو بآخر. الغريب في الأمر أنه لم تسجل أي حالة وفاة بعد السبب بهذا السبب على الإطلاق، ومع ذلك لا زال الناس متشبثين بمعتقداتهم ويدفعون عنه بشراسة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على لايك للفيديو ومشاركة الفيديو مع أصدقائك والاشتراك في قناتنا حتى يصلك جديد الفيديوهات. شكرا لكم.